اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف صحه. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، فيديو ديال روتيني الليلي اللي لازم الصراحه على كل ما انها تداوم على الليل، بالاخص الليل، انها تهتم براسها وتعطي واحد شويه الوقت لراسها في الليل، انها تهتم بالوجه ديالها والبشره ديالها وتريح راسها واحد شويه من ستريس ومن صداع الوليدات ومن النهار ومن القياب ومن كل شيء ضروري. فانا ضروري يا البنات يعني كناخد هاد الاكياس ديال الشاي ديال الليله هانيه، يعني كيساعدوا في الناس، كناخدو من الفرماسيان، فكنديروه اول حاجه باش كيبردو، كنديروه مهم على الماء بلا سكر بلا والو صافي، وكنخليهم باش يلا يدفاو ليا واحد شويه، وكنمشي كنتهلا في راسي. ضروري البنات نتهلاو في راسنا في الليل ونشربوا شي حاجه اللي تريح اعصابنا باش نستعدوا ليوم اخر، يوم اللي كيكون فيه روتين اخر. راكم عرفتوا الروتين ديال المراه ديال كل يوم اللي كيبقى يتعاود، وداكشي اللي كيمرضنا في نفسيتنا، فضروري منين يجي الليل خاصنا ضروري نتهلاو في راسنا. ونبدا معاكم البنات، مشيت غسلت وجهي مزيان ونشفتو، ملي كنغسل وجهي وكنشفو ضروري البنات نمسحوه باي نتوايو عندكم. انا عندي هذا فيشي ولا هذاك ديال نيفيا، يعني نتوما كديرو بداكشي اللي موجود عندكم في الدار ديالكم، داكشي اللي كتستعملوه، ماشي زعما اي واحد شفتوه. فانا كنت كندير هذاك ديال نيفيا مع عرفتو هذا الاسبوع هذا كيفاش داز عليا، وداكشي فوجهي خرجوا ليا في الحبوب. فهاد ديال فيشي الصراحه زوين، كيكرم لك داك الحبوب اللي كيخرج لك، وريحته اصلا بحال شي لالكول، يعني داك الحبوب كيكرمهم، يعني هذا كنديرو انا غير فاش كيخرجوا ليا الحبوب، وداكشي كنتبعو كيكرم ليا وجهي. كما قلت لكم البنات ضروري تغسلوا وجهكم وتمسحوه، تنطويوه، ما قدرتوش تغسلوه غير ديرو دي ماكيون. انتما واخا انا غسلته مزيان غنشوفو شنو كيخرج، دي ماكيون ضروري كيحيد لك ديك القشره الفوقانيه وكينقي لك من ديك الاوساخ وداكشي. هذا الروتين البنات ضروري في الليل ديروه، لاننا في الليل البشرة ديالنا ملي كنعسو فهي ديك الوقيتة اللي كتعطينا الكولاجين للبشرة ديالنا، هذيك الساعة في الليل ملي كتبدا نغسل البشرة تكون نقية باش كتنفس لينا وكتعطينا الكولاجين. صافي انا مسحت وجهي دي ماكييت ومزيان، هنا كنسينو غير نشف ليا شوية باش غادي نبدا بالكريم ديال الليل. دائما البنات كنصور لكم هاد فيلوغكا، ما كرهتكمش البنات زعما اللي في المستطاع ديالها تاخدها، زوينة بزاف، هي راه بحال كديري الفيلر اولا هذاك بيوديرما، هذاك بيوديرما خاص بالليطاج، كيحيد لك الليطاج الحبوب ولا عندك شي ليطاج ديال الكلف. حاليا انا وجهي صفى ليا شويه، ما بقاش عندي ديك الليطاج وداكشي الصراحه الحمد لله، فبديت كندير هاد فيلوغكا، هذا زوين راه بحال اللي كديري فيلر لوجهك، كيعمر لك هذيك الخطوط الرقيقه ديال التجاعيد جهه الفم تحت العينين، المهم اي بلاصه عندك خاويه يعني كيجيو هذوك الخطوط ديال التجاعيد وداكشي. فهذا راه مزال ديال فيلوغكا، راه فيلوغكا مارك زعما بلا ما نحتاجو اننا نشكروها. صافي انا هنا البنات راه درت هذاك الكريم ديالي ديال الليل، هو راه يمكن ديرو حتى بالنهار، هو ضروري ديرو ليكخوم من ورا. صافي هنا بديت كنطبق على عرقي، وغنبدا البنات ندير ماساج ضروري بالليل، ديرو ماساج ديرو بالاصبع كيما وريتكم، وتبداو فكتبرجو ديك الساعات ديك الحنيكات اللي عندكم، فكتبقاو تطلعوهم كيتبرجو مع الوقت بحال اللي كيتطراساو، وهادوك الجنيبات اللي جهة الودنين ضروري تبقاو بحال اللي كتحكمو ديك الاصبع ديالكم، حيت هاديك الجهة كتكون عندنا مكتحركش، فبحال اللي كتحي فيها الدورة الدموية كديريها فيها. صافي وكما كتشوفو هو ماساج خفيف ديال دقيقة، كتماصي بيه وجهك، ولكن راه كيساعدك يعني مع المدة ومع الدوام، راه كيساعدك بزاف 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 ديك الحركه الدمويه ديال الوجه. المهم انا هنا تلقى موسيقى وداكشي، داكشي واش كتشوفوني يعني باش البنات فيها شوم غير في المسؤوليه. المهم هنا غادي نطبق تحت عيني هذاك لاك كريم ديال العينين، فكما قلت لكم نتوما اي حاجه عندكم، ما عندكمش كريم ديال العينين غديري غير زيت الكوك، زيت اللوز، اللي عندك اي حاجه، المهم هو انك تعتني بالبشره ديالك في الليل، لان الليل كما قلت لكم هذه ضروري على فين البشره ديالنا كتنتج الكولاجين كتعطيه لنا البشره ديالنا. هنا فين كيصبح لك وجهك يعني كي كما كنقولوا كيصبح وجهك منور، ملي كتهلاي فيه بالليل كيصبح منور، يعني ضروري البنات
راه ما قدرتوش تبطلوه صافي مسحوه وديروا كريم ديالكم. كيما شفتوا هنا راه عندي واحد اللوزه واحد السر من الاسرار ديالي غنعطيها لكم، وكاينين بزاف يمكن كيعرفوها، اما اللوز اما قرنفل، فانا هو اللي كنديرو بالليل الحجباني. فما تصوروش البنات تغزالوا شي، حتى لو كنتي بغيتي تراسي به حجبان يعني مع المكياج راه كيتراسي زوين، ومنه معالج للحجبان وكل شيء كيتراسي به وكيعالج لك في نفس الوقت، كيعمر لك هذيك الخويات اللي كتكون عندك في الحجبان ديالك مع لاسير مع النتاف مع الوقت كيبداو يطيحوا داك الشيء. تاع اللوز والقرنفل فكيعمر لك هذيك الفراغات وكينوض لك الحجبان ديالك من جديد. وحاولوا البنات واحد النصيحه، ما تبقاوش ديروا لاسير لحجبانكم اولا نتاف، قالي بغات حجبانها يعني تكبرهم وتغلظهم تبقى تستعمل الغازوار. اذا ما كتعرفش دير الغازوار تمشي للصالون، فالغازوار مع اللوز فتصدقوني كيولي لك شكل اخر حجبانك، يعني كيقوى وكيتنفتو من جديد. هذا لاسير وديك نتاف راه طبيعة الحال مع الوقت راه ما كيبقاش، كتبقى تنوض لك الزغبه رقيقه وخفيفه، فما كيحجبانك تيخواو. فانا كنستعمل الصراحه قلت كنت كندير لاسير وكندير هذا نتاف، حاليا وليت كندير الغازوار باش رجعوا لي قوا وليا وداكشي. المهم كما شفتوا انا كنطبق دابا ديك اللوز كنحك بيه حجباني وداكشي باش كاع الفراغات اللي عندي تما ولا شي بلايص. فانتما غتشوفوا البنات فرعتي، شوفوا حجباني كيفاش الزغبه كطوال وداكشي، راه مع المداومه غتشوفوا فرق كبير في حجبانكم. وما تنساوش البنات ملي تكون دافيه ديك اللوزه ساليت منها حكوا بها جبيناتكم، حتى هي راه كتعاون بزاف على الجفار كتنفتهم وكيطوالو. انت هما داكشي الجفار ملي كيطيحو مع الماسكارا وداكشي حاولوا تا هما ضروري خاصنا عنايه ليهم، راه هنا ما بانوش مزيان فجفاري انا والله الا عرفتي طوال وليق، يعني ملي كندير الماسكارا راه كيبان واحد الفرق بحال اللي ملصقه الجفار. صافي من بعد ما ساليت دابا غندوزو لفمنا. هذا زيت اللوز البنات، زيت اللوز راكم عرفتوا زوين، التشققات تجاعيد الفم كل شيء زوين زوين بزاف، تاهو زيت اللوز او زيت الكوك او فيتامين او، المهم نتوما واللي عندكم كما كنقول لكم اي حاجه عندكم في الدار طبقوها، المهم هو انكم تهتمين بالبشره ديالكم في الليل. صافي بغيت نشارك معكم واحد الفكره ديالي، انا بالنسبه لي الاطفال كي تكردوا ليا معشقه مع غسيل الماء عندك شي، فانا عندي هاد لاباز ولا البيرني اللي كتسميوها نتوما، فكندير فيها الثومه كنشدو حتى ما كنقطعها طريفات صغيرين وكندخلهم في ديك كنخلي في ديك العبازة ولا البيرني حتى كتطلق ليا زوينة البنات وكتقوي الضفار والله العظيم الا كتقويهم. صافي هنا راه صبغت ضفيراتي وخليتهم حتى نشفو، وما نساوش شعرنا حتى هو نشطوه باش الدورة الدموية تحرك فيه ونعسو، حنا طالقين شعرنا ما نعسوش وحنايا جامعينه، فهاديك الوقيته هي فاش كيبقى الشعر كيبقى يطيح لينا الا جمعناه. وبغيت نشارك معكم هاد مسك الطهاره اللي غزال 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 البنات بالنسبه للمتزوجات او لما متزوجاش، بغيتي تهلاي براسك ريحته غزاله كتحسي بريحه النقاء، النقاء ملي كتنعسي كتشمي فيك واحد الريحه زوينه فاكيد نفسيتك راه كترتاح. شوفوا البنات حجباني راه هنايا بديت كنشطم لكم باش تشوفوا الطول ديالهم كيفاش كيبقاو يطوالوا، وراه عاد انا كنبدا نقصهم. وهنا كنبوسكم كنبغيكم بزاف، بغيت نشارك معكم البنات عقلت على الفيديو اللي حطيت اللي شافتو راه هو هذاك، اللي ما شافتوش غنحط لكم في صندوق الوصف. ها نتوما البنات من بعد هاد تقريبا شهرين وانا كنستعملو، ما شاء الله شعري زيان حبس لي التساقط والخلفانات ليا من جديد. ايوا ختام وهذا مسك يا البنات، بغيت نشارك معكم واحد الحاجه اللي صراحه نفعتني هاد السيمانه، صوره الملك، هاد آية الملك البنات كنت كنقراها ولكن صراحة قطعتها شحال، ففي هاد الأيام وداكشي كي بالليل كيبقاو يجيوني شي أحلام وداكشي وكنفك مخلوعة ومخنوقة وداكشي، فبقيت كنقراها في الليل. صدقوني البنات كتعطيك واحد الراحة وكتنعسي بحال اللي شاربة شي دواء. صورة الملك البنات كنتمنى أنكم تقراوها وتتبعوها. وصلنا لاخر الفيديو البنات، نتمنى انه يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساونيش بالدعم ديالكم، واللي بقى ما شاركاتش تهبط تشترك. يلا البنات ختامها مسك، ختمتها بكم بهذه الصوره ديال القران وبهذا الشاي اللي كيساعد صراحه في النوم. نتمنى انكم
تكونوا في احسن الاحوال ديالكم وانكم تداوموا على هذا الروتين ديال الليل. البنات ما تصوروش انكم كتبقوا الصباح مرتاحين، يا ما تصحوا لاحقين.